من النادي الأهلي نروح لنادي الزمالك، واللي خلال الأيام اللي فاتت أكتر من نادي دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول طبعا على خدمات ثنائي الفريق محمد أشرف روقة ومحمود شبانة. بالفعل في كلام حصل بالتحديد من نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري للحصول طبعا على ثنائي روقة وشبانة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم إن شاء الله. يمكن محمود شبانة موقفه أسهل شوية لأنه غير مقيد في قائمة نادي الزمالك بسبب طبعا أزمة منع القيد، ورحيله مش هيكون فيه أي مشكلة بالنسبة لكارتيرونا المدير الفني لنادي الزمالك. لكن بقى لسه لم يتم حسم أمره هو رحيل محمد أشرف روقة. محمد أشرف روقة لسه قراره هيتحسم، طبعا قراره هيتحسم مع كارتيرون ومع اداره نادي الزمالك بعد العوده من الاجازه، وفي الاغلب طبعا هيتم الموافقه على رحيل الثنائي في يناير المقبل في فتره الانتقالات الشتويه. ولسه مع اخبار نادي الزمالك مكملين، وواحده من برضو الملفات الهامه بالنسبه لاداره نادي الزمالك في التوقيت الحالي وهو تجديد اللاعبين اللي هينتهي عقودهم بنهايه الموسم الحالي. وبالفعل خلال الساعات الماضيه اصبح في كده شبه اتفاق نهائي بين اداره الزمالك وثنائي طارق حامد ومصطفى فتحي على تجديد مع نادي الزمالك، بعد طبعا ما تم الاتفاق على مدى التعاقد والمبالغ الماليه اللي هيتقاضاها طبعا الثنائي خلال الموسم الجاي مع نادي الزمالك. كمان بقى في اتفاق كده داخل إدارة نادي الزمالك انه مش هيتم الإعلان عن تجديد عقود اي من اللعيبة بشكل فردي، وهيتم الإعلان عن تجديد لمجموعة من اللاعبين دفعة واحدة في مؤتمر صحفي هيعقده النادي بعد ما يتم الاتفاق مع اللعيبة اللي هتنتهي عقودهم طبعا في الموسم الحالي وتم الاستقرار على التجديد ليهم. لسه مكملين اخبارنا طبعا، وهنروح بقى لنادي الإسماعيلي اللي رجع لعبته للتدريب من جديد امبارح بعد فترة راحة قصيرة حصل عليها اللعيبة بعد مباراة أمام غزل المحلة في الجولة السادسة من الدوري العام. طبعا في كلام كتير جدا انتشر خلال الساعات الأخيرة عن وجود خلافات بين إدارة نادي الإسماعيلي ومهاجم الفريق بتاعهم بعد مشاركته طبعا في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام فريق غزل المحلة. يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي نفى وجود أي أزمات مع اللاعب أو توقيع أي عقوبات عليه، وإن عدم مشاركته هو أمر فني ملوش علاقة بإدارة النادي وإن هو ملوش أي علاقة ولا أي خلاف مع اللاعب شيلينجو.